هنا كان يتمتبس عصابات وجنود الأسد في معسكر الجازف. معقل جديد لقوات النظام يسقط بيد الثوار في ريف إدلب، إذ تمكن الثوار من تحرير معسكر الجازر بجبل الزاوية. هذا المعسكر والذي تضررت عدد من القرى المحيطة به بسبب القصف الذي كان يطالها منه، أصبح في أول أيام العيد غنيمة للثوار ضمن معركة عاصفة جبل الزاوية بما فيه من أسلحة ومعدات. فبعد معارك عنيفة وقصف مكثف قامت به الكتائب المشاركة في العملية، اضطر جنود النظام للانسحاب منه بشكل كلي بعد أن تم تدمير 10 دبابات وعدد من العربات العسكرية، إضافة إلى مقتل قائد المعسكر حسب ما أفاد به ناشطون. في مدينة السراقب يبدأ الأهالي عيدهم بالتكبيرات، ويبدأ النظام كذلك قصفه للمدينة بالصواريخ، وهو ما أثار حالة من الهلع والخوف بين المدنيين، خاصة بعد أن تأكد سقوط عدد من الشهداء والجرحى بينهم. هذا الطفل يرتدي ملابس العيد. هذا الطفل يرتدي ملابس العيد. الوضع في قرية شنان لم يكن بأحسن حالا، إذ تعرضت القرية لقصف بالبراميل المتفجرة. راجمات الصواريخ. العيد الملطخ بالدم شمل مدنا وبلدات أخرى، حيث قصف النظام ورمى بصواريخه وبراميله المتفجرة لتتساقط على سرمين وكن صفراء والبدرية. ورغم ذلك كله يصر الأهالي في أول أيام العيد على الخروج بمظاهرات، حيث خرجوا في معرة النعمان والهبيط وبنش وهم يهتفون بشعارات الحرية ولكن بطعم العيد. والله ما يغمد في انت ناخد في هالدار يا عيد يا